بعد غياب عن الغنى لفترة كبيرة جدا، الفنان إدوارد يرجع بأغنية فاكس مع ابنه ماركو. لكن اللي لفت نظر الجمهور في الأغنية أو في البرومو اللي نزل للأغنية هو إن الفنان إدوارد استعان بشخصية عزيز الهنش اللي كانت في فيلم بنات العم، استعان بيها في بداية الأغنية أو في البرومو اللي نزل للإعلان عن الأغنية. وطبعا أغلب الناس بعد لما شافت الشخصية دي، في ناس حبت الموضوع لأن شخصية عزيز الهنش طبعا أغلب الناس ممكن شافت الفيلم وعارفة الشخصية بالظبط، فتصدر اسم الفنان إدوارد بعد البرومو لما نزل على طول، وناس كتير مستنية الأغنية ومستنية تشوف إيه فكرة الأغنية. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.